لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. في هذا الفيديو سنتعلم كيفية إضافة أي لغة على حاسوبكم. لاحظوا معي هنا، هذه الأحرف تدل على اللغة الحالية، لغة الكتابة الموجودة على الحاسوب. أنا عندي هنا الفرنسية. لتبديل أي لغة نضغط على Shift ثم Alt. على بركة الله نذهب إلى ويندوز ثم إعدادات، نضغط على الساعة واللغة، نذهب إلى اللغة Long، ننزل إلى الأسفل نجد هذه العلامة Ajouter langue، إضافة لغة، نضغط عليها. سنجد جميع اللغات الممكنة هنا، تختار اللغة التي تريد إضافتها. مثلا في حالتي أنا أريد أن أضيف اللغة الإنجليزية، هيا نضغط على سويفون، يعني على حسب نوع اللغة الموجودة عندك في الحاسوب. ما هي؟ تمت إضافتها. شكرا على مشاهدتكم.